بمقره بالربا تعقد مكتب مجلس المستشارين اجتماعه الأسبوعي برئاسة السيد حكيم بن شماش رئيس المجلس، وتناول المكتب خلال هذا الاجتماع مجموعة من النقاط تهم التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، حيث توقف عند برنامج اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة بالإضافة إلى الأسئلة الشفهية. الاجتماع تناول كذلك موضوع العلاقات الخارجية، اتطرق إلى المواعيد المحددة لبعض الأنشطة من ندوات ومنتديات التي سينظمها أو سيشارك فيها المجلس، كما استمع إلى تقارير مشاركة وفود عن مجلس المستشارين في مهام دبلوماسية خارج أرض الوطن. مكتب المجلس تطرق أيضا إلى برنامج الأنشطة المسطرة التي تندرج في إطار انفتاح مجلس المستشارين على محيطه، والتفاعل مع أسئلة وانتظارات الرأي العام عبر احتضان النقاش العمومي والحوار المجتمعي حول مجموعة من القضايا التي تهم المواطنين.